السويداء، ملف المخطوفين على مكتب بشار. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة المدن معلومات عن أن ملف التفاوض مع تنظيم الدولة بشأن مختطفي السويداء أصبح بيد النظام، فتقول: حاول بعض المحسوبين على النظام فض الاعتصام، لكن المتواجدين رفضوا الانسحاب حتى تحقيق مطالبهم والوصول إلى نتائج ملموسة في قضية المفاوضات، وتبقت 24 ساعة قبل حلول مهلة التنظيم بقتل مختطفات جدد في حال لم يتم التفاوض معه بشكل جدي، ويهدد المعتصمون بالتصعيد في حال نفذت دواعش عملية إعدام جديدة. شخصيات مقربة من شيخ العقل حكمة الهجري الذي غاب عن واجهة المشهد منذ هجوم الدواعش على السويداء في تموز نتيجة خلافاته مع شيخي العقل الآخرين يوسف جربوع وحمود الحناوي، أبلغ المعتصمين أن الشيخ الهجري تسلم ملف المختطفين بشكل رسمي الخميس وبدأ بالعمل عليه بالتنسيق مع النظام.